اللي بقى ايه دي؟ مين دي؟ نسيته رمضان بيه؟ غضروف. غضروف مين؟ اللي كان معانا في سويسرا. احنا عمرنا نروح لسويسرا دي؟ السجن. غضروف، ازيك يا غضروف؟ الله يخليك يا بيه. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وخرجت امتى من سويسرا؟ امبارح بس، ورجلي حفت لما عرفت علومكم، وقلت اجي عشان اكل معاكم لقمة عيش بالحلال. اهلا وسهلا، عايز تشتغل معانا؟ انت كنت شغال ايه قبل كده؟ نشال ميتين يا بيه. نشال ايه؟ نشال ميتين. وعايز تشتغل معانا؟ عايز تشتغل معانا ايه؟ بتعرف تقرا وتكتب؟ ما اعرفش اقرا واكتب. عندك سمعة؟ ما عنديش سمعة. بتفهم في اي حاجة؟ ما بفهمش في اي حاجة. عينوه في مجلس الإدارة. دلوقتي هنعرف على رأيك. مش هي دي الراقصة نهد؟ تمام، ربنا يتمنى بعقلك. ايه ده؟ ده عنوانها، وبجد على اسم الهلبوطي هربان في حتة محدش عارفها، والبوليس قبض عليها عشان يوصل له معرفوش. أفرجوا عنها بعد كده. يا حتة تعرف الحاجات دي كلها؟ أمال إحنا بنلعب؟ لا ما تبصليش بسخرية، ده أنا هعجبك أوي. أنا معاك برقبتي. ربنا يتمنك بعقلك. عاقل قوي. حلال. قال له والله عاقل. حلال. بان عليه انه عاقل. اشرب بقى البتاعه دي واسمع اللي هقوله لك. ماشي. انا عايزك تلزق لها، ترسم عليها انك انت غالي قوي، وتصرف عليها ببذخ بأبد. طعم يعني. عليك نور. بعد كده هقول لك تعمل ايه. اموت انا في الحركات دي. بس اوعى تضحك عليه. اضحك عليه. يا بوي يا بوي، ده انت لحظة جشعة يا بنت. ايه اللي جاب ده؟ ايه اللي هتتفرج عليا؟ تعالي تعالي. هتعمل ايه؟ ليلتنا طينا طين الليل. هتلحس مخي يا بنت الفطوس. فردوس يا عبد المتجلي. عبد المتجلي يخرب بيتك يا عبد امبابي. انا مش عارف اقول لك ايه. واصل انت ما خليتيش حاجه في عقلي. داني اهدى، انا ما شفتش حريم قبل كده. انا خلفت عيالي من واحد صاحبي. بقول لك يا عبد المتجلي. قولي يا عيون عبد المتجلي، يا مضري يا مهجتي يا مصراني الغليظ. تصور ان انا مديونة. مديونة كيف وانا عايش؟ علي اجار البيت 11 شهر. 11 شهر يعني فضل لك شهر وتطبق سنة ندفع المتأخر نشير. وعايزة فيديو في اتش اس. هنجيب نجيب لك الفس ده وفايف سيستم كمان. وشوية هدوم. ماشي ماشي كلامك يا نور العين. يا حيح يا حيح حيح علي. ليلتنا مطينا طنطين الليلاغي.
فري. كمان؟ كمان. خدي كمان؟ كمان. خدي كمان؟ لا كفاية. يا سلام على القناعة يا جدعان، انت الظهر بديت تحبيني يا حياتي. ليلتنا نطيه للثلاث قناطين اللي لادي عم بطهي. تفضل. السلام عليكم. خالد عبد جواد، معقولة؟ ازيك يا رمضانكم يا ابني؟ ازيك يا خالد؟ اهلا يا مغاولي. اهلا. ازيك يا رمضان؟ شايل برا. والله عشت وشوفتك اخر قبهت. ربنا ما بيسيبش حال على حاله يا خالد. يعني سمعت يا ابني عن كل اللي انت بتعمله، حاجة حلوة قوي. قلت الضفر ما يطلعش من لحم واحنا طول عمرنا وانت عارف انني بتمنى لك كل الخير. امال اخبار مشروع المواشي اللي عندك ايه يا خالد؟ المواشي ما بعيدش تجيبها معاها اليومين دول. بس انا خايف يا رمضانكو يا ابني يكون الشغل دي فيه حاجة حرام كده ولا كده. لا اله الا الله. شوف يا خالد، احنا بنشتغل بالحلال بالمضاربة والسقوط، حلالا بلالا لحما طيبا، لا ربا ولا ريب. ربنا يكرمك ويخلف عليك بالحلال. على كل حال 70,000 جنيه اهو، انا بعت كل الحاجات اللي هناك دي وجبت المبلغ ده. عايز المبلغ ده بقى عندك يدور بالجامد. بالجامد قوي؟ ايه؟ عينيها الاثنين حاجة ساعة اللي بره. بس عايز اقول لك حاجة كده. شوف يا خالد، احنا شعارنا تدفع باللاتي هي احسن تاخد باللاتي هي احسن، ما تدفعش باللاتي هي احسن تاخد بالجزمة على دماغك. مش قصدي، انا قصدي ان الجماعة في البلد هيجيبولك فلوس كتير قوي عشان تشغلي، وانا بقول ان العالم دول ما يستهلوش، ما تاخدش منهم حاجة ولا تديهمش حاجة. فعلا هما ما يستهلوش، انت اللي تستاهل يا خالد. طيب يا سرمضانكو الفلوس اهي عندي. عند مين يا خان؟ عيب في المضاربة والسكوك مفيش عد. اهلا يا مغاوري. اهلا بيه. غدا اللي بره. طيب نستأذن احنا بقى عشان نسيبك للامم اللي مستنياك دي. مش كنت تستنى لما تتغدى يا خان؟ لا غدا ايه بقى، خلي الغدا اليوم اللقا، يوم الحلال البلال ما يلعلع. ايوه. تعالى يا خان، انت ربنا راضي عنك عشان جيت هنا. طيب مستاذ. مع السلامه يا خالد. ربنا يكرمك. مع السلامه. مع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه يا مغاول. الله يسلمك. سلامه يا خالد. مع السلامه يا خالد. سلامه يا خالد. سلام يا خالي. أسرة المستقبل تهدي إليك في المدينة والريف أقراص أمان الموضعية. أسرة المستقبل لا تطلب منك التحديد بل التنظيم. مبسوط يا حياتي؟ مبسوط. مين ما ينبسطش معاك يا بسطه اليتامى؟ انت بسطانه؟ يا لهوي ليه بيا؟ عن اسم عيالي كانوا على قرف لسان الكبير فيهم، والله ما انا عارف اسم الكبير. انتظريني لحظه من فضلك. ده بيا بيا بيا. ايوه ايوه. ليه ليه؟ بيب بيب. اهلا. جاهزين؟ جاهزين يا سيد رمضان. ما فيش حاجه اسمها سيد رمضان، قول اسم سياده المقدم. حاضر يا سياده المقدم بيه. وانت وبقى عارف هتعمل ايه؟ طبعا عارف اعمل ايه يا رمضان افندي. مفيش حاجه اسمها رمضان افندي سياده المقدم. بس عليا النعمه انا لايق في العسكري احسن من الحرامي. جدع. وانا هعمل ايه؟ انت ما تعملش حاجه، تفضل ساكت خالص كده اهو. حاضر يا معلم رمضان. معلم رمضان. في حاجه اسمها معلم؟ قلت لك سياده المقدم. حاضر يا سياده المكتب. مكتب؟ في ظابط يقول سياده المكتب؟ يلا بينا ادعوا لي. ربنا معاك. اصل انا ما بعرفش اسوق. ايه؟ انت هو راح فين؟ اركب اركب يا ولد.
يا كلب ارفع ايدك لفوق، المنطقة كلها محاصرة وأي حركة هنضرب في المليان. أنا غلبانة يا بيه. اخلص أنا غلبانة. اخلصي خالص، اخلصي يا يا اخلصي يا زبدة المجتمع يا حسانة يا قاع المدينة. حرزوا الخمرة والملابس الداخلية. أنا بقى عليا الملابس الداخلية. اسكت أنت، مش دعوة خالص، حذرت. حاضر يا معلم. معلم مين؟ عادي سلطة المكتب. مكتب إيه؟ مش عايز ولا كلمة. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه الآداب، اصبرنا الله يصبرك، أنا عندي عيال أكبر مني. شوف، إذا مشيت معانا عدل وشهدت بالمظبوط هنعتبرك مجرد شاهد. ودي؟ لا، دي 7 سنين سجن مفيش فايدة، هتشهد عليها ولا لا؟ يا بيه أنا غلبانة يا بيه، يا بيه أنا في عرضك يا بيه. أنت غلبانة أنت؟ ده أنت سابلك بلاد، ده في بيني وبينك طرباية. طرباية؟ أيوه، أصل أنا قبل ما أشتغل في الآداب كنت ظابط مباحث، وكنت ماسك القضية بتاعت الواد بتاعها حبيبها. وهي اللي عربيته بسلامتها. عشان كده انت حطيتها في دماغك. يلا على البوكس، يلا يلا. انا كنت متأكدة ان البوليس مش هيسيبني وهيفضل ورايا على طول، مش هسيب حقه ابدا. اسمع يا ولية، اذا كنت تعرفي مكانه ما تجري وتخلصيني. هم هيسيبوني. يا سعادة الباشا، اذا الولية دي جرت هتسيبوها؟ لا لا، مش هتقرر هي، انا عارف. حر يا بيه، حر يا بيه، بس اضمن منين انتوا تسيبوني. لا، في الحالة دي انا هقف جنبك وهخلي القضية دي اونطة اونطة، ما يهمكيش. يسترك يا بيه. قلت لها بدنا الارشينات. ايه؟ قلت لها بالارشينات. قالت ايه؟ همك قوي على المكافاه بتاعت وزاره التخليه. يلا لبسهم اي حاجه عسكري. حاضر يا فندم. يلا خد لبسهم اي حاجه. اتفضل. قدام يا مزمزيه. مش هنتعشى؟ ايه؟ مش هنتعشى؟ نتعشى. انت هتودينا بدل ايه؟ نتعشى. اسكت خالص.